سعد الله اوقاتكم بكل خير وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل حلقة جديدة من برنامج ساعة نقاش. في هذه الحلقة مشاهدينا نتناول انطلاق المرحلة الأولى من مشروع حركية النقل في نواكشوط التي أشرف عليها فخامة رئيس الجمهورية اليوم بمقاطعة دار النعيم بنواكشوط. سنتناول هذا المشروع الذي تنفذه وزارة التجهيز والنقل، ما مضمون هذا المشروع، ما الذي يهدف إليه، كيف سنحقق نقلا حضريا يتماشى مع متطلبات العصر في مدينة نواكشوط، هذه المدينة الكبيرة. وسعدنا نستضيف للنقاش هذا الموضوع سادة السيد محمد علي أوبك، وهو المستشار المكلف بالنقل البري بوزارة التجهيز والنقل. وسهلا سيد المستشار، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. سيدة مريم المفيد وهي المديرة العامة لشركة النقل العمومية، أهلا وسهلا سيدة المديرة، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. سيدة فاطمة بوخريص وهي منسقة مشروع النقل الحضري بجهة نواكشوط، أهلا وسهلا أستاذ، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. مشاهدية، قبل أن نبدأ النقاش في هذه الحلقة نتابع هذا التقرير الذي يمهد للموضوع الذي عده زميل مهول أحمد، نعود بعده بحول الله. مشروع حركية النقل في العاصمة نواكشوط في أفق 2026 يرى النور. رئيس الجمهورية يشرف على إطلاق المشروع في مرحلته الأولى التي تتضمن بدء تشغيل 50 حافلة جديدة، على أن يشمل في المجمل إدخال 150 حافلة بعد العمل على تهيئة المحاور الطرقية، سعيا لخلق مسارات محجوزة خاصة بالباصات على نطاق 7 محاور طرقية رئيسة، هذا بالإضافة إلى إعادة تنظيم عرض القطاع الخاص في مجال النقل العمومي بواسطة إدخال 1500 سيارة أجرة جديدة، والسعي لتحرير المجال العمومي الذي يتم استغلاله بشكل فوضوي بالاعتماد على استراتيجية لتسيير ركن السيارات وتنظيم وتأطير نقل البضائع إلى مركز المدينة. إن مشروع حركية النقل في العاصمة نواكشوط يهدف لخلق نقل فعال وسلس يقضي على مظاهر الزحمة وضياع الوقت، ويسهم في تقليص المسافات بين المواطنين وتمركز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. فإلى أين وصلت الخطوات المتخذة لتهيئة الطرق من أجل المشروع؟ وما طريقة التنفيذ والتسيير وآلية الرقابة؟ وما المحاور المنشودة من المشروع في مرحلته الأولى؟ وهل سيشمل مختلف أحياء العاصمة في مرحلته الثانية؟ لم بكم مشاهدينا الكرام جديد. سيد المستشار، لو بدأنا بتوطئة حول مشروع حركة نقل نواكشوط فوق 2026، ما تقصدون بهذا المشروع؟ ما الهدف منه؟ شكرا جزيلا، ونشكر موريتانيا لإتاحة الفرصة للحديث عن هذا المشروع الهام واللي يدخل ضمن صميم برنامج فخامة رئيس الجمهورية تعهداتي، النقطة المتعلقة بالتطوير وعصرنة مدينة نواكشوط. أولا، هذا المشروع يأتي لحل مشكلة الحركية في مدينة نواكشوط اللي تعاني من عدة مسائل تعيق الحركية في مرور اليوم، اللي هو تواجد الناس اللي تستقل مجال العمومي بشكل غير مرخص، تواجد أنماط النقل تواجد عند المحطات الطرقية الموجودة عند التقاطعات وهو ما يؤدي زحمة، تسيير غير معقل للمجال العمومي، وكذلك عدم تخصص الأشخاص اللي يراقبوا على المجال العمومي في تسيير المرور. هذا المشروع يجي ياك يحل هذه المشاكل كلها، لأن جميع الدراسات اللي وعدلت ياك تشخص واقع مدينة نواكشوط وتقول إنه يحل اللي قد يخلق له عن طريق نمط مشاريع كيف المشروع اللي قائم به الدولة اليوم. هذا المشروع يتكون من عدة أجزاء، الجزء الأول منه هو عبارة عن تهيئة 51 كيلومتر من الطرق المعبدة على المحاور الرئيسية، المحاور الرئيسية للنقل اليوم في مدينة نواكشوط. هذه المحاور نواكشوط كمدينة كيف مدن إفريقية كاملة اللي عندنا، معدل سوفر رديال الناس كاملة مع الصباح تمشي من أطراف المدينة وقايسة وسط المدينة به اللي فيها المراكز الحيوية كاملة، وفي نفس الشيء الدحميس تمشي الناس كاملة من وسط المدينة خارجة قايسة أطراف المدينة، بالتالي النقل دائما ماشي على جهة واحدة. دوك دي المحاور الرئيسية اللي تخلق عليها حركة النقل وحركة التنقل المواطنين اللي يتم تهيئتها
وهي خط توجونين عيادة المجمع بوليكلينيك، وخط كارفور باماكو إلى مدريد، ومدريد إلى طب القلب والجامعة، وكذلك خط من عين الطلح إلى بي ام دي، ومن بي ام دي إلى الميناء. هذه هي المحاور الطرقية اللي يستهدف المشروع اليوم، ويعد تم تهيئتها وتوسعتها بحيث أنها يعدل فيها مسارات محجوزة للباصات فيها كن قدون حقه سرعة تجارية تسمح للشركة بأنها تلتزم بالأوقات اللي تعطي المواطنين. ياك اليوم اليوم اللي يعيق اليوم حركة النقل عبر الباصات والنقل العمومي هو أن الباص لا عنده ياسر من الأمور تعيقه ولا تخليه يوصل وقته، منها زحمة تخلق عند التقاطعات، منها السيارات اللي يجي يعودوا يقالقين المجال العمومي، منها الباع اللي ما عندهم نقاط كل نقطة يوقفوا فيها، وكذلك سيارات الأجرة أنماط النقل الأخرى اللي تنافس معهم تنافس غير إيجابي لدى المجال له. وهذا هو اللي يجي المشروع إياك يحد من ذي الأمور له ويقوم بتوسعة لذي المحاور الرئيسية اللي تم عليها النقل العمومي وتم تهيئة مسارات محجوزة ليحرك عليها لا الباصات، وليتم اقتناء 80 باصة جديدة كبيرة مولي ذات حجم كبير تقدر ترفد ما يقارب 160 إلى 180 شخص، إياك يعود حجمك النقل ما هو كيف الباصات اللي عادي نستندر. دوك هذا هو الجزء الأول من المشروع. الجزء الثاني لكم لاحقا لنوضح الجزء الأول شوية في الجزء الأخر. الجزء الثاني من المشروع هو إعادة توسعة وهيكلة خطوط شركة النقل اللي كانوا مجدة وكانوا يحركوا على هذه المحاور فياك يعودوا مكملين للمحاور الأساسية اللي يعود لهم هذا النقل عبر باصات ذات جودة عالية وسريعة. فهم أيضا ليتم تنظيم أنماط النقل الأخرى اللي هم سيارات الأجرة وسيارات التوك توك، ليتم إعادة تنظيمهم وتوجيههم لعدة مسارات أخرى فياك يعودوا متكاملين مع هذه الخطوط اللي يعود عليهم النقل الجماعي عبر الباصات الكبيرة اللي ذات جودة عالية. فياك يعود فهم تكامل حقيقي بين جميع أنماط النقل، لا سيارات أجرة ولا سيارات نقل تدروى ولا سيارات التوك توك، فيها كيعود فهم تكامل حقيقي. ليتم أيضا تجديد أسطول لهذا الناقلين اللي يقوموا بالنقل عبر سيارات تدروى لمتهالكة. ثم أيضا بعض الإجراءات المصاحبة الأخرى لهذا المشروع من بينها إعادة تنظيم حركة شاحنات في وسط المدينة. نعرف أن اليوم في وسط المدينة جميع المراكز اللي تجذب حركة الشاحنات كيف الأسواق وكيف مقازينات الكبار كان موجودة في وسط المدينة ويدخلوها، واللي يؤدي لزحمة ويعيق حركة المرور ليعظم تنظيم حركة هذه الشاحنات وليحدد لها وقت معين دخول المدينة والخروج منها بحيث يعود تعودها من سيابية لحركة المرور. اللي هي تم أيضا تحرير المجال العمومي من الناس اللي تستقلوا استقلال غير معقلا وفوضوي ولا هو قاع ولا هو يلا كيت الباع اللي بيعوا على طلي، وهذه محطات سيارات الأجرة المتواجدة على قدره عند التقاطعات الكبرى. ليه تم أيضا إنشاء سوق كبير للبرص اللي متواجدين اليوم يبيعوا سيارات في المجال العمومي المستقلين، وزادهم ليعود إنشاء سوق كبير لبيع السيارات في أحد أقطاب المدينة فياك يعود قطب تنموي يجذب الاستثمارات الحيوية لجزء جزء من أجزاء هذه المدينة. هذا بصفة عامة. طيب سنتناول هذه المحاور بصفة تفصيلية بحول الله. سيد المدير، في نفس الإطار النقل في نواكشوط بحاجة للفتة، بحاجة لتنظيم، بحاجة لمرونة لكي يحقق الهدف المرجو منها. كانت هناك خطوط تشرف عليها شركة النقل العمومي، 50 حافلة أصبحت ضمن أسطول هذه الشركة. ما الذي تسعون إليه في شركة النقل العمومي لجل تحقيقه في هذا الإطار؟ شكرا، بدوري شاكرتكم على هذه الاستضافة واللفتة اللي عدلتوا للشركة استدعانا الليلة. كيف قال المستشار، هذا مشروع متكامل غير ما هو جاي من العدم، جاي أصلا من دراسات استراتيجية مطلوب منها كانت عنها تكمل الرؤية الاستراتيجية وتوجه العمل الحكومي. بدأت أصلاً بالمخطط التوجيهي للتنمية الحضرية المستديمة أفق 2040، وكملتها الجهة مشكورة بالمخطط الحضري المخطط الحركية الحضرية المستديمة أفق 2030 اللي ما زالت مرحلته الثانية اللي توفى قريباً. هذه الدراسات الاستراتيجية كاملين شخصوا واقع النقل في مدينة نواكشوط والمشاكل اللي أساساً من التمدد الأفقي بين المدينة لا تنزاد كيف قال المستشار، و
وذاك اللي يثقل على النقل به اللي يطول المسافات ويثقل على المواطنين يطول الوقت اللي يعطوا ياكل الحكومة راكز هذا. وفهموا اللي النمو الديمغرافي والحضري المتسارع به اللي هي في 60 سنة ضاعف الأعداد وفي أفق 2040 نحا له يضاعف ومولي فوق 2030 يلا تستبق الحالة به اللي السيارة الفردية ما تقد طلبة تتجاوب مع الطلب الجماعي فمات فيها تقريبا يقدر بعن يوميا ثلاث ملايين تقريبا تكملني تعطي صورة اللي هو التشخيص حركة هاي الحركة تتحمل منها النقل الجماعي المعدل للخاصية اللي جزء بسيط جدا خصوصا المسافات الطويلة به اللي شركة النقل العمومي هون نرجع لها شوي هي ذراع يطبق سياسة ومهم عندنا عن تود سياسة واضحة والرؤية واضحة بالنسبة لها سياسة غير سياسة النقل الجماعي منتظم بتسعيرة اجتماعية معناها مخفضة جدا حيث عن المواطن ما يتحمل من كلفة نقله ما هو اللي على الشبكة الحضرية حوالي 20% وذا اللي على الشبكة الجامعية به اللي أطول خطوطها حوالي 10% إذن عن 80% تقريبا من كلفة النقل متحملتها عن طرق مختلفة الدولة هذا النقل مسافات طويلة جدا به اللي المسار في الحضري 11 كيل تقريبا والمسار في الجامعة 17 كيل معناها عنه اللي بيس يمشي من نقطة نقطة به اللي نقل منتظم وتربط أحياء ترحيل وأحياء الأطراف كاملة بقلب المدينة غير ما اللي تربط بمستشفى القلب بالجامعة اللي عاد وركاتيها في الناحية الشمالية للمدينة وفهم خطوط كيف أي شركة يقدر تعاني كيف قال محمد وكيف بينوا التشخيصات الكاملين عنها ما تقد في ذي الظرفية اللي ورك فيها المنشوط تأدي خدمة حسب المعايير الدولية اللي تعرفوها كاملين حد فرشافة النقل العمومي وركاتيها عندنا خطوط كيف تعرفوا وعندنا هذا المشروع هذا المشروع فهم جانبين منه هي المعنية بهم شركة النقل العمومي الجانب الأول ذو الخطوط اللي له يعودوا على المسارات اللي متوجهة مباشرة شور قلب المدينة وذيك اللي متوجهة شور الجامعة وشور طب القلب واللي عليها كثافة متينة من الطلب يقد ما تقد تجبر حل ما هو عن طريق نقل جماعي ذيك المسافات له ينحجزوا فيها 51 كيلومتر وينحجزوا للباصات من دون عنهم يمسوا من ذاك اللي متوفر للنقل الآخر معناها عنا وبنى تحتية جديدة له تبتنا وله يتم الفصل فيها وله ترافقها تسير ذكي واللي ياك تعود فهم السرعة به اللي هي اللي مشكي منها ياك نعودوا نحن نقدوا نتحكموا في الوقت في الوقت اللي لها يطلب يس ولها نقلوا بذلك تحدوا من المواعيد تحدوا المواعيد وعود ثابت يوقع موجود ضركاتيها عنك في أوقات الذروة لها تعود أقل من 5 إلى 3 دقائق تردد الباص وفي أوقات الزركراز في حالة عادية معناها أوقات اللي ما فيها طالب متين له يعودوا 10 دقائق يقرر له يعود فهم طالب به اللي مجموع للطالب الخطوط الأخرى كاملة اللي كانت تتعدل شركة النقل العمومي له تعود اللي رابطة بين الأحياء ولا صاب شور المحطات النهائية لهذه الخطوط إذن عن له تنعاد هيكلتها من أجل عنها تعود مواكبة وينزاد فيها العرض ويحسن إذن يعود كيفت شرائك النقل العمومي الأخرى زادية لا يتعود بوقاتها معروفة لا يتعود عندها محطات نهائية لا يتعود محطات خاصة بها ولا يتعود متكاملة مع العروض الأخرى كاملة للنقل العمومي بحيث عن المشروع يهدف عنه الخطوط السريعة لا يتعود ينرفزوا عليها تقريبا 100,000 راكب والخطوط الأخرى اللي صابة فيها لا يعود يرتفضوا فيها 50,000 راكب اللي هي لاهي نحن اليوم نرفضوا 50,000 راكب يقدر نرفضوها في ظروف صعبة وبساتنا يتعرضوا لياسر مشي من الحوادث ومن
الدقديق ومن الزحمة ومن قلة الثمن وكت ومن طول الوقت اللي لا يعطون عايشين فيهم. إذا عن هذه المشاكل كاملة اللي نتعرضوا لها المشروع قبضها بعين الاعتبار وراجعين عنه حل يحل يعود حللها والله قاعد عليه يعود حللها لا وعدل رب. هي الحلول اللي وعدلت واللي عدلت في العالم كامل طيب. لأن نوع من النقل أرجع لكم تكملوا بقية المحاور إن شاء الله. سيد الملتقى بجهة نواكشوط ما دورها في هذا المشروع الكبير الذي يسعى إلى حركية سلسة للنقل في نواكشوط ووجود نقل حضري تماشى مع متطلبات العصر؟ ما الدور الذي تقوم به ضمن هذا المشروع الكبير؟ شكرا. جهة نواكشوط لهذاك زمن عاد تخمم شنو دورها ليعود في هذا المجال اللي قالوا مجال النقل الحضري وجابرت فرصة تمويل مع الاتحاد الأوروبي من 2020 وعندنا مشروعين قالوا دعم جهة نواكشوط بمجال التنمية المستدامة وهذا المشروع اللي يشتغل عنده دورين يشتغل عليهم عنده مجال النقل الحضاري وعنده مجال النارة العمومية وهذا يعني النقل الحضاري نتبارك مع كما قالت المديرة يشتغل على مخطط مخطط الحركية الحضارية المستديمة نواكشوط بين اللي هو الاستراتيجية التالية عقبان نواكشوط من 2006 ما قط خلقت استراتيجية ما قط استراتيجية وعاد هذا مهم أن نحن نحيو ذيك استراتيجية ونعدلهم ولي مع الوزارة ومع الناس كامل الفاعلين كاملين في قطاع النقل وهذا التشخيص اللي قدنا نعدله في هذا في نطاق هذا المخطط هو اللي عدلناه مع وزارة النقل ومع المعنيين كاملين في المجال واللي قام منه ذا المشروع اللي متباركين هم مع هذا اللي كنا نعدله ونحن في نطاق اخر في هذا المشروع عندنا خطين يعطينا نعدلهم في اطراف المدينة عندنا خط ماشي من دار النعيم الى توجوني وعندنا خط اخر ماشي من توجوني الى الرياض طب السيز في الترحيل وهذا الخطين اللي يعاونوا هذا المشروع اللي معد الوزارة يكانهم يجيبوا الخلق للمحطات المهمات يكانهم يرفدوا فيهم الخلق إلى 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 إلى, إلى, إلى البلدات المركزية المدن المركزية ونحن ذوك الخطوط اللي نديروا لهم الإنارة العمومية من 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 اللي نعدل لهم بعد قاعد اللي نعدل لهم محطات ويعودوا كان حد يعود يجي حاني الباص ظروف معقولة يعني تحت أشعة الشمس ويعودوا مولي عندهم بليدات يقدوا يشارجوا منهم التلفونات اللي نديروا لهم يعني محطة متكاملة كمحطات العالم حق ويعودوا عندهم الإنارة العمومية من بل منين وقف عند من الباص إلى يدخلين يقروا الحي اللي ساكنين وهذا هو اللي كان أشياء كان نأمنوا الخلق وخاصة السيدات كانوا مين يوصلوا بعد منين تعود نقل ظروف آمنة ظروف آمنة هذا هو سيد مستشار تحدثوا عن محاور عدة لهذا المشروع تبدأوا إعادة تأهيل هذه الخطوط كيفاش مثلا ليتعدلوا طرق جديدة ليتعدلوا طرق مواصفات تتماشى مع متطلبات العصر تسمح بتنقل السليس مرين ايش تقصدوا بتأهيل هذه المحاور وبالمناسبة محاور متعددة وطويلة أيضا شكرا جزيلا للسؤال اللي وضح جزء مهم المشروع هاي الطرق اللي هي عادة تأهيلتها هي المحاور اللي قلنا لكم حالا هاي المحاور اللي هي تم إعادة بناء خطوط أخرى معها يتم توسيعتها بحيث أننا نحافظوا على الطاقة الاستيعابية اليوم لها كيف مثلا خط توجونين الى العياده المجمعه كان اليوم عندنا اربع في خطين على كل اتجاه اللي اربع خطوط اللي يتم اعاده بناء خطين معه واللي الخطوط اللي يعود محجوزه للمسارات الباصات قرض من حجز المسارات الباصات اياك علينا نقدو مسار ياك مواطني معنا مسار الباص معناها خط اللي يعود يتعدلوا قدرون خاص جديد خاص احلى اللي قدرون كان موجود قدرون القديم لا قدرون توجونين كان عندنا اللي يمشي من توجونين الى العياده المجمعه اياك تكلموا بالحسان اللي هم المواطن ليه نوسعوه وبالتوسيع اللي تخليه يسمح له بعد مسار يسمح له بعد موجود ويسمح له وليتم توسيعته وليتم تهيئته بقدرون جديد ويعود هذا قدرون جديد بينه حواجز مع قدرون القديم اياك ما ننقصوا يعني مستخدمي الطريق قدرون كان عندهم ولا ننقصوا منه ونخلقونا احنا مسارات جديده اللي يحرك عليها الباص وخاص بالباص ما تدخلها سياره اخرى فياك
نعود ونقدو نحقو السرعة التجارية فيها كنقولوا للمواطن أنه كل خمس دقائق اللي تخاض عليه حافلة ونهلي ترفدوا من نقطة معينة شور وسط المدينة خلال 10 دقائق ولا 15 دقيقة وقت وشي. هذا هو هو المشكلة كانت تعاني منها اليوم الشركة على أنها تشتغل في مجال حضري ما عندها مسارات خاصة به، وهذا هو الخالق في العالم كامل، ثم خطوط مسارات محددة يمشي معها النقل العمومي هو كان خاصنا وجد المشروع إياك يحل الرواية، ثم أيضا ليتعود وقفات محددة لهذا النوع من الباصات ليعود عنده وقفات محددة، وهذه الوقفات ليتعود بين وقفة ووقفة أقل من كيلومتر فيها يعود المواطن ليعود واقف على قدره أبعد محطة لي منه ليتعود في حدود 400 إلى 300 وشي متر، معناها أنها ليتعود قريبة لقد تواطى شورها، وليعود فم وقت محدد المرور الحافلة وقت اللي تمشي فيه والوقت اللي توصل فيه، وذا ليتم فم بالتشارك مع الجهة به اللي ليتوفر أنه نقاشين قالهم دف لسنياليزاسيون انتليجانت إشارات ذكية فيه استشعارات فيه ديكابتور مازال البيس جاي يعود لف يطلصوا فياك نعود ونقدوا نحق ونحافظوا نحن عليك السرعة التجارية اللي كنا ندوره. هذا هو التهيئ اللي تخلق لهذه المسارات. الباصات اللي تعود باصات لا كيف الباصات اللي نعرضوا اليوم يكون يتعود باصات حجمة كبير مركبة واللي تعود قلت حركهم اللي على شوارعنا بيد اليوم عندنا نفس الباصات الكبيرة اللي حجمها كبير تمشي على الخطوط شور الجامعة وتودي منها شور وسط المدينة، معناها أنها إذا اللي عندنا من الطرق اليوم يمكنها على أنها يحركوا عليه هذا النوع من الباصات الكبيرة وتستوعبهم بدون تطرح في المشكلة. فمن بعض من النقاط اللي ضيقة اللي يتم إعادة تأهيلها وتوسيعها فيها تبعد الخطوط اللي يمشوا عليها خطوط كي قلنا خمس خطوط ثلاثة منها اللي توعد الحالة سنة 2023 وثنتين منها هم اللي يعودوا المرحلة المقبلة ابتداء من 2024 إلى 2026. الخطوط اللي مستعجلة هي الخطوط اللي يحرك عليها أكبر عدد معين من التنقل اليوم هي خط جنين عيادة المجمعة وخط باماكو مدريد ومدريد إلى الجامعة مرورا طب القلب وشمال عبد الناصر وشارع الشيخ زايد. دوك هذه هي الخطوط الأولية اللي يتم إعادة تأهيلها واللي يتم وضع عليها هذه إشارات المرور الذكية ويتم وضع عليها الباصات الكبيرة اللي تلفت حجم كبير وسريعة وذات جودة عالية وليعود فيها محطات نهاية ومحطات توقف كاملين اللي مجهزين لراحة المواطنين إن شاء الله تعالى فيها كعود نقل سريع وذات جودة بجودة عالية. يعني تأهيل هذه الشوارع زي مشاريع طرح ذا إشكالية المستغلين هذه الشوارع من المواطنين من الباعة من هذه المواطنين أغلبهم حالته الاقتصادية هشة يستغلوا هذه الشوارع من أجل كسب قوت يومهم، ثم تحدثوا عن تنظيم القطاع وهو ضروري لأن استغلال غير قانوني كان شين الطريقة اللي تم استغلال تم إزاحتهم عن الشارع ياكي قد تعدلوا هذا وكان تم التفكير في وضع هذه المواطنين باللي مواطنين عندهم وضعية اقتصادية صعبة و شوف هو فم نوعين من الاستقلال يخلق المجال العمومي فم واحدين باع متجولين يستقلوا للمجال العمومي فم ناقلين يستقلوا هذه الطرق في المجال العمومي استقلال فوضوي كيفاش وفم ناقلين محطات الطرق محطات التاكسيات العادية الموجودة على قدرونه توقف على قدرونه واللي تقلل من حجم قدرونه اليوم يعود المارة ما يقد حد يأخذ وانبوتياش خالق به السيارات وإجراء يقطوا من الطالي وموقفين مستاسيونين عليه يبي اللي يقول لك عنه ما عندهم بالمنين يقضع قدرون ليه تم تهيئة لهم مناطق أخرى ذو اللي ليه ليش عليها للمشروع مشروع مكتمل فيه جزء يتعلق بتنظيم جميع أنماط النقل الأخرى اللي اليوم تستقل المجال العمومي بشكل فوضوي وإعادة توجيه شور مناطق وخطوط مكملة لهذا المشروع له فياك يعود نقل متكامل ولا ليه ينتسى فيها لحد سوى منه وليه خبع عن الاعتبار ناس كاملة والبيئة سويت لكم وبين نختار الأنونسي ذي الإسراءات المصاحبة اللي مع المشروع اللي من بينها لأنها مهمة تحرير هذا يتحقق المشروع إلا بتحقق اليوم إحنا ذا المجال العمومي لابد من حره من ذا الاستقلال الفوضوي المعدل له يسوى عن طريق باعة ويسوى عن طريق ناقلين يقير ما له ضرر منه إن شاء الله تعالى أرقاش. هاي الناس تستقلوا عن طريق بيع سيارات وعرض عليه سياراتها كيف البرص اللي يتم إنشاء لهم سوق كبير في أحد أطراف المدينة لبيع السيارات الباعة المتجولين ليعود إعادة توجيههم شور مناطق أخرى يمكنهم البيع فيهم. بالنسبة للسيارات محطات سيارات الأجرة ومحطات التوك توك ليعود إعادة توجيههم شور خطوط أخرى تضمن لهم أنهم يتموا ينقلوا المواطنين فيك المناطق المخصصة لهم من دون أنهم يتأثروا من ذا المشروع له. ما نرى اللي يعودوا مكملين لهذا المجال اللي ما فيها نقل عمومي سريع
لا يعودوا هم ينقلوا فيه ذيك الخطوط ومكملين لهم، لا يعودوا يعدلوا لا يتحدوا لهم، لا يتحدوا لهم مناطق خطوط معينه هي اللي ينقلوا فيها، هي اللي ينقلوا فيها. انا ما نقدر الاقى سعود مخالفين هذا التقصد، لا يعودوا هذا ما يقدروا يطرحوا معلن، هذا يحد من دخلهم شوي والله ما ولي يعود يحد من دخلهم، لكن اذا كامل متباركين معنا درسوا بحيث اعلنهم الله قاعد يقدر يعود يعود يزيد ان شاء الله تعالى من دخلهم زاد الله ما يعود ينقص منه. سيد المدير 50 حافله له تزاد بها اسطول الشركه، اسطول الشركه كان اسطول البعض يصفه بالقديم عن غياب صيانة، لأن طلاب الجامعة قالوا عنه تعطل بهم مرة إلى اثنتين بين هون والجامعة، قريب نهار ما تعطل باص الشركة ما فيه تكييف، كان يخلق فيه قدر من التعجين وقدر من الحمان، هذه بعض المشاكل يطرحوها الطلاب. هذه الخمسين حافلة اللي زاد بها الأسطول كيف ستساهم في تحسين هذا الوضع، وماذا عن صيانة هذه الحافلات؟ لأن غياب صيانة إشكالية كبيرة، مشكلية مشاريعنا الوطنية تنطلق مشاريع خدمية ذات جودة عالية، لكن في ظرف سنة اثنتين تتعطل لأن الصيانة غابت، ربما ما كان هنا قاع بندر الصيانة ولعاد فمها كانت المتابعة ذاك الشكل المطلوب. شكرا. أنا قايلة عن فم شوي من عن تحقق المواطن فيه يحاني مستوى معين من الخدمة، خصوصا عن اليوم العالم عاد حكما قرية واحدة يقارن راسه بيسر من قرية واحدة عادي يقارن راسه مثلا اللي يشوف كامل وغير فم ياسر من شي غايب عن المواطن عنه نحن منه، وفم مولي مقارنة بعنا أولا بعد قاع الشركة حديثة العهد وجبرت ياسر من العثرات في بدايتها، والشرائك الأخرى اللي موجودة كلها أقله عنده 60 سنة من عمره شي منه في الدول المجاورة خلاها المستعمر وورثوا عنه وورث ثقافته وورث عندي أنا قط جبرنا شوي عدلنا في البدايات تجربة وعقبنا مع التسعينات مشلاك وبدأنا من العدم، فمات إياها كلفة النقل قاع في العالم كامل هيكلية كلفة متينة وصعبة، وثانيا مولي اللي قلنا لكم عنا اللي ضرك خلق الدراسات اللي ذكرت لكم وجات عليهم وجا عليهم هذا اللي كانوا يخلقوا يندارو في التراوير ولا ما يطبق ما ينعمل مقتضاهم يعني ما يعمل مقتضاهم والجامعة وعدلت واندارت بعد زادت علينا المشاكل بعدت ولا يزداد الحمد لله من سنة لسنة، ونقلهم اليوم يتطلب 45 حافلة فيها 35 حافلة مركبة معناها بسعة الحافلات اللي يعقبوا يشوف جودة معينة ومقتنات ضرك اللي يعمل فيها مقتنع سكوند ما وكازيوم كيف السيارة اللي تركب انت والسيارات اللي يركبوا غير مقتنات من عند الشركة ضامنتهم وعايدة مريفيزيتهم راجعتهم ونحن نتعامل معها، ولا خالقة ولو باصات جديدة ما خالق باص يوتاكلين تمشي لها صنتها ولا ما صنتها حديدة تقد تخسر غير خالق نسبة معينة خالق نسبة معينة هي غير عيات تخسر عليك من أن تعود بك اللي تمشي بها شوي شوي هذه حافلة اللي تقديها مع صباح السات واللي تم دافع نهار كامل معدل 100 إلى 150 كيل تقطعها في النهار يعني تعود وتاك تعدلهم حقا عنها لأن يجعوا عليها شهر الله شهرين الدور تخسر ثانيا لا يتمشي فيه في مجال البنى التحتية من رأسها ما هي قابضة بعين الاعتبار حاجتك أنت لا هي تدقدق ولا هي ينفش لك راع ولا هي تدقدق، والمواصفات اللي نشروا بها من عند العالم مواصفات تحتاج البنى التحتية خاصة يقارن احنا للحاجة عندنا لابد أنا من اللبو ذا الطلب وعندنا لابد أنا من اللبو أصلا في استراتيجية اللي هي الورك المبارك معها عن أي شيء بذاك المستوى المعين إلى ما وعدلوا له ونظم ذا المجال الحضري ونظم الوقفات ونظم السير ونظم كانها لا يتشري الحافلة الكبيرة لا يتشريها بشي ما يفهم الفضاء ولا هي تزرقها، الصيانة موجودة في شركة النقل العمومي اللي على كل حال أركاتيها لباس بها اللي نحن عنها لباس بها غير محتاجة كيف ذا كامل كيف هم اللي السائقين في واحدين لباس فيهم صحيح نحن ما فماتيها عندنا
ثلاث مرائب لنطلقوا منهم وزادونا مع هذا المشروع ضرك المرآب ومسال المرآب آخر، ياك نعودوا نحافظوا على إطلاق كل مرآب فيه ورش للصيانة، وعندنا فرق متنقلة. يعني كان ما عندنا فرق متنقلة نعودوا بلوكين على سيركيلاسيون به اللي لين يخسر واحد والحمد لله بيس كبير ويخسر هيش. ونسبة الأعطال اللي لا مازالت في الحدود ما هي زايدة على 10%، معنا نحن نحاولوا عنها تعود أقل من ذاك. ومع هذه المسارات الجدد وهذه الباصات الجدد دور تشوفوا عنها كامل لا هي يحكم فيه، محنا بعد ما أنا باخلين في أخباره ذي الباصات اللي أوكازيون نحن نشروا منها عدد، نحن حتى الساكنة في المناطق الاجتماعية كبيرة حتى من دول 300 500 700 تونس اللي جئت لهم، المغرب كانت تلجأ لهم قبل هذا درك، لبنان كيف لها السابق هذا لدون شارية منهم 300، كوت ديفوار تلجأ لهم عنها عنها غير بعد نحن من في ذل المشروع راجين على كامل به اللي ذو المسارات اللي قالوا لكم اللي لا يخلقوا من 2023 خالقين 75% من خطوط اللي مخصصة للجامعة اللي تدخل فيهم اللي هو خط مدريد وخط باماكو وخط سيزيام وخط كامل كان يمشي عليه التلاميذ اللي يندمج مع الخطوط اللي خاصه يندمج مع السريعه لا يندمج معهم به اللي الخطوط اللي فماتي خط اللي يعود يمشي الينا الجامعه اللي هو الخط الثالث، وكل الخطوط الاخرى كامله تصب فيه معناها عنهم لا يستفادوا منهم، والخطين اللي لهي يبقوا لهم اللي تعدلهم في اطار ذاك التهيئه لهي يداروا لهم باصات جديده في المرحله الثانيه من المشروع، ولهي يعودوا اللي هما عندهم حكما بهم اللي مع للتطور البنى التحتيه عادوا فهم خطوط مباشره قايسه بهم الجامعه يدوروا يعودوا حكما مناسبين لا مقارنه لا قريبين من الخطوط الاخرى في المرحله الثانيه اللي يعرفها للمشروع. فماتياها 50 باص لهي تدخل كمرحلة نموذجية غير لهي تندار على خطوط يكون الخط اللي رابط الأول الطويل به اللي ذاك يطلب ياسر من الباصات اقتنائها مازال به اللي هو وحده فيه 16 باص مركب للجامعة لابد له من يعود في شيء في المرحلة السريعة ياك يعودوا بده يستفادوا منه غير ذلك ساكنة المكشوط كاملة لا تستفاد من المشروع لا تستفاد من المشروع ذلك 50 باص لا تعود نموذجية على شمل الخطوط عدا ذاك الخط اللي رابط مباشرة بالجامعة اللي لا يعود المرحلة الثانية يغير لا يزاد العرض وتتوسع الخطوط اللي تشمل المكشوط كامل خلال هذه المرحلة اللي تعود تقريبا 20% من المواطنين ما تبعد زايد على 500 متر من خط تجبر فيه نقل، ولا يتضاعف لا يتراجع الخطوط اللي تعود مغذيه للخطوط اللي هي داروا عليها الباصات كمرحله اولى اللي هي اللي تعقب تعود احسن في المرحله الاخرى غير اللي ينزاد من اللي عليها العرض ان شاء الله. واضح. طيب سيد منى السقاف استاذ تحدث عن مساهمتكم في هذه الخطوط اللي هي تعد، تحدث انتم عن خطين اللي تتولاوهم. طيب هو مشروع كبير والعاصمة نواكشوط بحاجة لعدة على العمل على عدة مستويات من أجل هذا النقل، كيف ستساهمون في هذه الخطوط السريعة ذات الجودة العالية اللي مخصصة للباصات إضافة إلى الخطين اللي شرطتم أنكم تشرفون عليه؟ نحن الخطين اللي نعدلوا اللي نعدلوهم بالشراكة مع شركة النقل والعمومي ولهن اللي يديرون ميني باصات في كل خطوط الاثنين يكاناش يكانوا بين اللي نحن في التشخيص اللي عدلنا كنا نجبروا المواطنين وياسر من المواطنين شاكي منه اللي يقعد مثلا رقاج في الرياض ماشي واعد دار الناعم فرص عليه من يقيس مدريد ويقبض للتاكسيات كانوا يوصل يعطي ساعتين ويخلص ياسر من الفضاء كانوا يوصل دار قال دارك مناقشه كم ما تقدر توصل قلب المدينه ما عن طريق تاكسيون ولا ثلاث والله واللي دارك كان احنا فكرتنا شنو هي ان نعدلوا الخطوط اللي يربطون بين اطراف الدشره من حد ماشي مثلا من ترحيل ماشي واحد حد دار نعيم والله ماشي اللي يشتغل دار نعيم اللي هي ما فرص عليه من يوصل على مدريد
يوخا من زر لوخر على قدرها تجداد اللي طارين وركاتها يمشي لتوجو نفس المدينة زاد نفس المدينة من 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 زر من زر إلى نفس المدينة ومولين من زر لوخر ليجوا الناس اللي يعودوا يوصلوا وقت أسرع وقت أسرع ومولي بعدد مثلا مخفض ما هو طيب هذا يطرح إشكالية التوقيت وإشكالية عدد الباصات مثلاً رجاج ماشي جايز منطقة لين عدي فوت نص ساعة على 40 دقيقة يتحرك بس ها كان خير فيك بيدي قبال تاكسي يمشي المسار القديم والله لا كولي هم كان يروح اسمع طارحين عدد الباصات وتوقيت مثلاً يعود معقول 10 دقائق إلى 5 دقائق هو اللي قد يعود فوق ذاك بي اللي هو حد ماشي من الأطراف وعد الأطراف هو الناس دائماً تعود عجلان قاع قاس عين على وصول الباصات للمحطات وصل الباصات ذاك اللي يعود عندنا عدد كم تقريباً كم دقيقة اللي يعود عندنا الأوقات اللي يعطني يشوف وكان نعود لنديروا في نقر المحطات أوقات الباص اللي ليه وخذ لهم يعود حد جاي عنده حداها يعرف عن الوقت حداها يعرف الوقت اللي يأخذ عليه البيس وملي ما ذا واحده لين قبضوا نديروا إكرانات نديروا شاشات يعني شاشات اللي هي وخلوا كم من دقيقة يالت المواطن حاني يكانوا يجيه الباص وهذا ولين مودي نشتغلوا مع شركة النقل ومع الشركة يكان نعدلوا أبليكاسيون هذه على التليفون تطبيق على التليفون يكان يعود حد يقد يشوف الباصات منين وكانوا يقول انا ضرك نقد نحاني البيس اللي يجي في 5 دقائق والله هذا مازال في زمن لين قبل تاكسي والله انا لود تصيب اخر وهذا هو اللي هامنا نشتغلوا عليه كاناش نحن ندور نطوروا مجال النقل وندور نعاون في شركه النقل هذا به اللي هي اللي توصل للمواطنين احنا نلودوا الشيء اللي هي يطور حياه المواطن البسيط اللي في اطراف الدشره اللي يكان يوصل للعمل ويكان يوصل للطب يكان يوصل للمدرسه والله للجامعة هذا هو اللي طيب سيد المستشار في إطار هذا المشروع تحدثتم عن إعادة تأهيل المسارات تحدثتم عن العمل على منع استغلال الشارع العام في طائر الخدمة تحدثتم عن محاور سابقة ذكروني به 4 محاور تحدثتم يعود يعود في إطار المشروع فما 5 محاور خمس محاور رئيسية تشكل العمود الفقري اليوم المحاور اللي تم عليها النقل شركة النقل العمومي هاي المحاور هي من التجونين للعيادة المجمعة اللي يقول لك بوليكلينيك الخط الاول الخط الثاني اللي يعود من عند كارفور باماكو الى مدريد طيب ذاك وضح الحديث ترك عن 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 مسار النقل وتوقيته واحترام ذاك المحطات والتوقيت اللي يصل فيه الباصات وعدد الباصات اللي يسمح ان من كل دقائق معينه يصل هذه المحطه كان المواطن اللي يعود متاح له هذا الموضوع وذا الحديث عنه اليوم البعض يشكي من من, من, من تاخر الباصات أساساً اللي معتمدين على الباصات اليوم في نقلهم طلاب الجامعة به اللي عندهم وقت محدد لا يمشوا فيه يجوا يتحرروا يجبروا الباصات يتحرروا ويمشي الناس الأخرى اللي أركب حد البيس لا صدفة والله من الطبيعي اليوم الناس تعود تشكي من تأخر الباصات به اللي الباصات اليوم يشتغلوا فنفرن ما هو ملائم بيئة ما هي ملائمة فإنهم يحترموا في التوقيت لأن فهم عوامل أخرى ما متحكم فيهم شركة النقل لا متحكم فيهم حد هي زحمة اللي مأدينها بعض من المشاكل اللي قلنا المشروع جاي ياك يحلها اللي هو الاستخدام الفوضوي للمجال العمومي هذا هو اللي جعل المشروع يجي حل هذه الأمور كاملة المشروع درس عدد المواطنين اللي تحركوا على 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 الخطوط اللي هم عندهم الاستاتستيك لهم حجم الباص وكم يقدر يفيد المواطنين وعلى اساسه اللي نحسب كم من باص اللي يتعود على هذا الخط فياك نقدروا نحترمه الى فريكانس اللي نقولوا من كل 5 دقائق يوخذ بيس مجرد ينطلق من المحطه الاوليه ماشي اللي يعود معروف انه انطلق عند 7 و5 دقائق يلا عند 7:30 فتوصل مباشرة للعيادة المجمعة اللي هي بوليكلينيك هذا باسم الحيلة اللي نقدر نتحكموا فيه اللي نعود اللي نديروا عليه عدد معين من الباصات اللي نعود المسار عاد محجوز ما حارك عليه مواد الباص وتعود فهم عادة سينياليزاسيون انتليجنت اللي هما هذه الاشارات الذكية اللي تساهم بها الجهة في المشروع بحيث ان الباص مازال جاي توقف عنه السيارات الاخرى وتسمح له بالمرور وده هو اللي يؤدي اليوم المواطنين عاد قد تستخدم اللي قالوا النقل العمومي به اللي يعودوا عاد متوفرين لها باصات ذات جودة عالية فيها وسائل الراحة كاملة عند التكييف المقاعد كل شيء آمن وملي إن شاء الله تعالى ليعود هذا هو اللي يسمح لنا بأن نحترم التوقيت بأن نوفر خدمة عمومية بجودة عالية
وبعد نعود عندنا نقل عمومي ونعطوا واجهة حضرية مدينة نواكشوط. هذا هو اللي جاء المشروع إياك حد، والهدف الأساسي منه أنه يسمح للمواطنين في نقطة من نواكشوط منهم يتنقلوا في أسرع وقت ممكن من أطراف المدينة شور وسط المدينة، ومن وسط المدينة شور أطراف المدينة. تحدثوا قبيل عن تنظيم سيارات النقل الأجرة، عن تنظيم توك توك إلى آخره، شنو هي الآلية اللي متبعين في هذا الإطار؟ وهذا فيه تجارب سابقة فمحاولات تنظيم سيارات الأجرة ولا قداك يمشي. شوف احنا كانت في شروط مطروحة لممارسة هذه. شوف احنا قمنا عن طريق سلطة تنظيم النقل العمومي بدراسة الجميع ونماط النقل الموجودة اليوم. عندنا السيارات اليوم اللي قالهم سيارات تضروا اللي تمشي على خطوط محددة، وعددهم عندنا 1300 سيارة تحرك حسب سلطة تنظيم النقل العمومي اللي تستقل واللي متوالية للمجال. عندنا هذه الخط هذه السيارات يمشوا على 95 خط اليوم في مدينة نواكشوط. هذه الخطوط هذه تم دراستها، اللي منها كامل متقاطع مع هذه خطوط النقل اللي تعود عبر الباصات تشود العالية، اللي يتم إعادة توجيه شور خطوط أخرى تعود مكملة له. معناها أن إحنا اللي ندوره شنو ندور المواطنين يعودوا يستخدموا هذا النقل العمومي، معناها جميع أنماط النقل الأخرى اللي تعود تجيب له المواطنين والله ترفدهم منه وتفرقهم في نقل الكارتي. معناها أنه اللي يتم إعادة توجيههم شور مناطق محددة وعبر مسارات محدده، فياك يعود ينقلوا المواطنين شور ذا النقل العمومي يجيبوه له والله من اللي يفرقوهم في نقل الكارتيه جايين من شور ذا النقل العمومي، بحيث نعود فهم تكامل يسوى صدوق سيارات الاجره ويسوى سيارات التوك توك كذلك، مع اللي يعود فهم اعاده توجيه لذا النوع من السيارات اللي هو سيارات التوك توك شور وشر مناطق. السيارات هذه تطرح اشكاليه الرقاب واشكاليه التطبيق. احنا دائما مشكلتها في استراتيجيات تعود معدة بشكل جيد ومحترم، لكن ينقص التطبيق هو فيه إشكالية الرقابة، إشكالية ضبط هذه الخطوط، حتى تحديد من هو صاحب سيارة الأجرة، لأن اليوم الناس كاملة سيارة الأجرة، الموظفين طالعين يطبقوا الباصاجة قاضين يطبقون سيارات شخصية تنقل. احنا البينا من هو صاحب سياره تجرى اليوم؟ احنا البينا اليوم ان نعود هذه كومبوزانت اساسيه من هذا المشروع. بين نلاحظ ان فوضويه في المجال اللي هو اللي ما معروف منه الناقل من قلتو، اليوم كل حد عنده تضروا وكل حد عنده سياره، فما واحدين قاع ما عندهم ترخيص ولا شيء. ذي التنظيم اللي يخلق اول شيء قمنا به هو احصاء لهم، هو فياك نعود نعرفه من هو الناقل اللي عنده تضروا، من هو الناقل اللي عنده سياره تعدل سياره كرسي جوال، ومن هو صاحب التوك توك، وليه يتم إعادة تنظيمهم من حيث أوراقهم إيدنتيفيكاسيونهم من روسهم. يعود ما ينقل القاش ما عنده سيارة ذكية محددة بمواصفات محددة وعليها رقم ليسانسو والخط المسموح له بينقل عليه، فياك إلى نشوف أي رجل من رجال المرور يعرف أن هاي السيارة ما يلا تنقل عليه الخط اللي هو هذا هو التنظيم القايسين نحن وليه نديروهم في مناطق محددة نقسمون واكشور شور مناطق. ياك يعود كل منطقة واضح. معروف سيارات اللي يمشوا عليهم قدما نعدلوها عن طريق قاع ألوان محددة فياك تعود واضح. كلها معروف أنه ينقل على الخط اللي هو ياك يعود مرخص عليه. شغلة كبيرة، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله تعالى. سيد المدير، هذه الحافلات اللي اليوم شرف خامة رئيس الجمهورية على انطلاقة عملها ضمن هذا المشروع، انتقدها البعض لأنها الحجم قال عنه ما هو ملائم شبكتنا الطرقية، على أنها كبيرة وعيات تقلق سيركيلاسيون وحركتها تقبل وقت، على أن الملائم للشبكة كيف شبكتنا الطرقية باصات ثقيلة هاي اللي تلبد 15 رقاج و 20 رقاج غير ينقبل منها العدد الكافي، ياك تعود سهلة الحركة ومرينة وتقدر تمشي مع هذه توما قبيل ملقتي عن الباصات تنقل بأنها ما هي ملائمة ولا هي صالحة. أولا لا نرجع شوي شمل زيد الرسي هنا لا تتلصى ماني فهمت لماذا ما نعرف المواطنين تقول علاش لما يعتمدوا على الباصات. كانك تقول هل اللي عندهم السيارات كيف تكون انتم كاملين قطعا ما يعتمدوا على الباصات. اللي نقول لكم انا يوميا خالد قول نقول لك الارقام، احنا نعرفوا المواطنين كاملين التاكسي قليل يقول لك اللي عنده اسمع لا يقول لك ما في حد اليوم يتم قاعد لا يقول لك انا تحرى البيس ولا لا ما تجبر المواطن التشخيص اللي عدلت المواطنين لا يقول لك المواطنين اللي ركبوا بيساتنا احنا اليوم فما وقفات محدده فما وقفات طول ذهاب الناس جايه يمكن لا يطلطني الوقت نقول لك التشخيص اللي عدلوا مد صفه محايده عنا احنا بينت عن الناس اللي تلجأ للباصات اليوم هي الأسر اللي داخلها أقل من 50 الفوقية قديمة شهرية وأساسا النساء أكثر هما فيهم من التاكسيات فيهم اللي يحسوا بالأمان في التاكسي في الباصات
ومتابعة نقل اليوم قلنا لك عن 50,000 تذكرة تنقطع يوميا. ومنين نزيدوا نحن كم نسبة هذه من الناس اللي هذه نسبة قلنا لكم عن النقل عادة قاع الجماعي ما يمثل ما هو 4 ما يقبل عادة ما هو 4 إلى 7 إلى 8% من التنقلات اللي تخلق من الحركة. هاي في حد دور الغني والناس كاملة عندها سيارات نفهمه اللي عندك ياسر من التنقلات ما تحتاج ما تحتاج قاع الباص وعندك ياسر من الناس ما يبقي قاع الباص. هي الحركية اليوم اللي نتكلم عنها لا موبيليتي اربن معناها توفير للمواطن لمد كاملين الين يقود المواطن نقل يعني قرر يختار ويقرر هو ذاك اللي يختار. فما واحد يبقي الباص وملائم له فما واحد يبقي فما واحد سرعة الباص ووقفاته بنظام معين مو هو ملائم له كيفكم انتم هالوتات اللي طبيتوا ياسر من الناس اللي طابهون على غير بعد لا نرجع للرواية بانك اللي تمشي بي أنا خالق 34,000 تذكرة تنقطع اليوماتية خالقة منها 2,000 تمشي من الصكوك يوميا قايسة بيك ماركت خالقة منها 5,000 تمشي من بيكاتريز إلين مدريد وخالقة منها 5,000 أخرى تمشي من عند توجوني إلين مدريد وخالقة منها قريب من 4,000 تمشي من عند دار النعيم إلين بوليكلينيك. هذا مواطنين ويقطعوا منين يزيدوا لهم نحن العرضنا نحن أقل من الطالب نحن يبقاو المواطن اليوم يتلفنوا علينا ويسولونا وشاكرينهم ونختاروا ونطوروا لهم وشفر به اللي به إشكالية أولا حال لهم إشكالية به اللي مقارنة بالأجرة وما هو فما تيهم اللي شي مادي مقارنة باللي موفر لهم الدولة عن طريق الباص يعرفوا يقارنوه به فما واحدين ما عندهم يزقلوا اللي يزقلوا شنو وفتاك سنة تقايل عن اليوم كل مواطن يقد يمشي به 300 يرجع به 300 من بل سكن واربعة يمشي فيش يمشي لا في الباصات يقير عرض الباصات اليوم ما هو كافي للطالب على بعض المحاور اللي فيهم الطالب متين حتى نوعية نقل فيهم أيضا كثافة السكان ما هي واحد النقل ما هو والتردد والباصات وبرمجته تعنينا نحن المختصين فيها ونعدلها حسب الطلب وحسب تجمع الطلب وفي الأوقات وتباعد الباصات بيناتها حسب تجمع الطلب ما هو اللي حسب ما تم اللي مالتك تعود ما تقدر تمشي باص يرفد 100 رقاش ياكل في 10 رواقيش به اللي هدر من اللي للمال وهدر العالم بعد فهم نظام ثابت انت مثلا تحرى بيصير فرق بين الرواقيش اصلا هو النقل اوقات ذروه انا مثلا انت ما عندكم باص 100 رقاش احنا 10 رواقيش ماشيين يلا جينا باص مشي غير الصانه اللي نقولها شفتني نعود اوقات ذروه يحدد الوقت اللي تشوفوا الباصات مارقين منهم الخط ومنين يعود الأوقات الأخرى يحدد وقت أقل من ذاك الوقت يغير يحترم يغير بما أنني تقبل شركة النقل اليوم وتقول أنا كل 15 دقيقة لنجيب لكم باص وتوقف بكم اللي قلتوا عنها كبيرة وتوقف المحطات اللي قال لكم هو بالتقاطعات اللي فيها الزحمة ويخسر كيف قلتوا أنتم الباص تخبطوا توك توك والله تخبطوا تاكسي وتبلوكيه بريد أخرى وكذا لا هي ينقال شركة النقل العمومي ما تحترم أوقاتها ولا هي تنزع الثقة منها سابق ما فات عاد عندنا بيئة ومواكبان سيسيتون نحن عندنا جدول السير ونعرفه كل باص يلا يمشي انت يلا جينت يقرر الانطلاقة الأولى اللي هي مع الصباح والمواطنين كاملين اللي طلعوا فيهم يجوا مع الصباح ويعرفوا بين الباص توجونين الباص الثاني انتو الباص الثالث انتو الباص الرابع يقرروا هذوك الرحلات الاولى ندخلوا في الزحمه ولاتينا نحن حرار فيها ولاتينا نحن هم الغاضبين بارك انت تقول عن الباص ويقولوه قلت عني انا قلت شيء والله ما قلت جاني ولا عاد انتو الباص قلت لك عن الظروف اللي ضرك ما هي مو لا تقولين قبلتكم قلتكم شي ما قلتوا قلتوا عن لبسات قلتوا عن لبسات يتنقلوا بيئه ما هي ملائمه لهم بيئه غير ما قلت لك عن لبس كحجم لا لا قلتي على انهم يتنقلوا في بيئه ما هي ملائمه تعيقهم. طبعا هذا اللي عليه تملي استدلت كان على المواطنين قالوا عنهم باصات كبار انت قبل بيسات صغيرين هم يقدروا حركت وانا طارح سؤال بدك توضح لي وش انا هنا لا اتي بشيء من عندي انا انقل ما يقال شفت البيس هذا يالتك تخرصوا ك 20 وات 20 وات يلا هذا هو بل من الناس وجي هذا عن بيسك باص كبير غير له هي قبل مساله يرفد اللي ترفد 20 وات يا غير له هي قبل مسافه المساحه اللي تشغل 4 واتات هو اللي يلا تم فكر
ذا اللي نظم وذا اللي خرص وذا اللي كان. انت الى زدت الوتات والى زدت ذوك اللي يرفدوا رقاجين والى زدت اللي تشغل المساحات المحدوده اللي موجوده يا غير البيس هما اللي دوروا هو اول عامل يخفف هذه الزحمه يا غير لا الى وفرت له ظروف الى عاد البيس ما عنده بل منين الى يدير دروات ويوقف لا يعود هو عامل من الزحمه يا غير انتم تصنتوا له كيف شي عندي لا كلامه الفيسبوك خالقه مواطنين لا عايشين في الفيسبوك راي العام هذا راي عام على كل حال محترم كل مواطنين لهم الحق في ارائهم يردوا عليهم احنا هون يردوا عليهم المواطنين نختاركم كنتوا تقيسوهم في الوقفات اللي يقبضوا بهم اللي ذوك المواطنين اللي يقبضوا كبيساتنا نحن في ظروف انا انا هم المواطنين انا جبت لك راي طلاب الجامعه وانا على اتصال بهم طلاب الجامعه يعانوا من النقل كل حال يعانوا من الجامعه شوف خالق روايه ظروف صعبه جدا واحد منهم يمشوا قاعدين قاعده ما هي مناسبه وفهم صور متداوله واحد منهم ماخذين من قاعده مولي والوقفه باصات الحضاري وقف واحدين واخذين واحد زر داخل وزر واخر ما يقدر يبرر لين تشوفوا في العالم الاخر وقت ما في العالم حد كراعه واخذ بيس انتم كنت تنظركم في عالم هلو ما هم ياسرين حتى يا غير بعد عاده يتخرصوا شوفوا زين في تلفا تخرصوا هو لكم اوقات تذروا يخرجوا منهم المواطنين حكما من الباصات به اللي يعود المواطن المهم عنده لا يلحق شغلته والله مدرسته الطلب مجتمع غير هدف نقل مجتمع كامل جيد هدف النقل هو المتبارك معنا. واضح يا غير كل فتمتينا واضح يا غير وقت مات الناس يا غير فمات اياها فهموا عن الباص والنقل الجماعي هو هو اللي لا يحل المشكله خالقه 23% من المواطنين من الاسر عندها سيارات يا غير خالقه سبعه والباقي منها اللي هي سبعه وكم 77% ما عندها واضح. سياره يمنع عنها يا الله يوفر لها النقل ويا الله يوفر لها بجودة يغذيك الجودة شركة النقل العمومي اللي فاعل اللي راع منين توفر لها ظروف الأخرى ليه نقول لكم عن ذا المشروع اللي قبل قلتوا على المتابعة وهذا معدل بطريقة اللي يعود المواطن اللي كل شهر يشوف منه شيء معنا هذا ركاتيا شفتي الخمسين باص اللي تعود النموذجية واللي تنطلق وراء أسبوع على لكن يوفاو من تأهيل المحطات اللي يعدلونه ياكن حافظوا عليهم وشوي من التنظيم ولا ينتقصوا كيف تقريبا بولي كلينيكال ينقصوا عنا خط توجوني اللي يعود عند شيخ بيديه ياك نوفروا الوقت اللي كنا نفقده في ذيك حدا سوق الرزق بين هذيك الزحمه مخلا زحمه صعيب ما توفوا صحيح صحيح لا هنا ولا يمولي نحافظوا على باصرة نحن كانوا تم بشكله نفس الشيء خط بيكاتريز اللي يوقف عند نهايه الاشغال غير وراء الاشغال لا يعود فم نقل كل 15 دقيقه واذا المشروع لا يخفف الوقت ذول الكتوجونين اللي كانوا يعطوا ساعتين في ذيك الزحمة له يعودوا ينتقص ب 50% وقتهم اللي كانوا يعطوها طلاب الجامعة أيضا من اللي وعندهم وقت محدد فهموا عن فهموا عن شركة النقل العمومي ما هي مسؤولة عن الجامعة عنها 22 كيلو واضح سليم من سكنها يا غير في الظروف اللي هي ما عندها الشيء تعدلوا في النقل سليم الوقت انتهى أقل من دقيقة كلمة أخيرة لين نعطيكم الكلمة تفضل عاد عندكم اضافه في كنت نبغي بعد يعني نشكر وزارة النقل بالتشارك معنا نحن في هذا المشروع والتنسيق معنا وهذا هو تجربة مهمة لا مركزية موريتان أن نعود نحن المحل التجمع المحلي نعود نشتغل مع الوزارات ومع معنيين كاملين بموضوع النقل دارك اليوم الليلة جايبنا موضوع النقل ويقال راجل مع عندنا نعود المجال الأخرى كامل نعود نتمون وشاركوا بهم إن شاء الله سيد المستشار أقل من دقيقة نشكركم تحت الفرصة ونختار نقول للمواطنين لأنهم إن شاء الله تعالى لأول مرة ليشوفوا إن شاء الله مشروع مكتمل اللي هي إن شاء الله تعالى يطور من الحركية لمستوى نواكشوط وأنهم إن شاء الله كيف ما قالت المدير العام كل فترة بين هون بداية 24 ليتم يشوفوا مرحلة من هذا المشروع تم إنجازها في القريب العاشر يسوع لمستوى تنظيم أنماط النقل ويسوع لمستوى تهيئة هذه الطرق وخلق المسارات اللي يمشوا معها بالباصات ويسوى عن طريق الإجراءات المصاحبة الأخرى وضح. اللي متعلقة بتسيير حركة الشاحنات وخلق مجال بيع السيارات إن شاء الله شكرا جزيلا سيد المجال العمومي فأقل من دقيقة شركة النقل العمومي له إن شاء الله وتتحسن خدماتها وتم تحسن خصوصا مع المواكبة اللي تجبر من الأطراف كاملة المعنية بالمجال الحضري
وعصرنت بيع التذاكر عندها ولا يتعود الشاشات هم اللي بهم اللي فيهم شكوى اخرى ما قلتوا انتم يشكوا منها المواطنين عنهم يشوفوا الباص ولا يعرفوا منين قايس الباصات كامله واحد لكن اللي كامل ذي العصرنه كامله عندها تكلفتها والباصات الجديده اللي تندار في الخطوط كل باص له يعودوا يقراوا عليه هذا ماشي من البلد الفلاني قايس البلد الفلاني ويداروا يجبروا فيه. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام في نهايه الحلقه برنامج ساعه نقاش في نهايتها اشكر باسمكم جزيلا الشكر ضيوف الكرام الذين نثروا هذه الحلقة بمعلوماتهم التي قدموها وشروحهم الوافية وردودهم على استشكالاتكم. أشكر باسمكم جزيل الشكر الأستاذ سيد محمد علي أوبك وهو المستشار المكلف بنقل البرية بوزارة التجهيز والنقل. شكرا جزيلا سيد المستشار على ما تفضلتم به. سيدة مريم المفيد وهي المديرة العامة لشركة النقل العمومي شكرا جزيلا سيد المدير على ما تفضلتم به. السيدة فاطمة بوخريس مرسقة مشروع النقل الحضري بجهة نواكشوط شكرا جزيلا سيد المستشار. أنتم مشاهدي الكرام وصول لكم شكر لحلقة أخرى من هذا البرنامج نطرح فيها موضوعا آخر هنا جميعا إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله.
تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاية مكان. حلقتنا هذا الأسبوع تتكلم عن أدب المنطقة وخاصة منطقة كانكوسا، ومعانا الحديث عن هذا الموضوع الفنان سلمو والبوبو جدو، مرحبا بك، والفنانة سمية متراضي، مرحبا بك، والأديب سيدي محمود الذهبي، مرحبا بكم سيدي محمود. المنطقة ما شاء الله مليئة بشعراء، مليئة بعلماء، مليئة بالناس المضبوطة كاملة. وفيها ياسر من المناظر السياحية اللي تستوجب من المغني يغني. قال هون الأديب الكبير يدوم الغالي، قال عن كنكوصة لشي مشيت وتشينيت البيضة، نعرف عني ما قطريت عاقبهم ليلة بيضة. هذه المنطقة أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شاكركم على الاستضافة الكريمة. كيف ما ذكر الأخ والأستاذ الفنان سلمو، هذه المنطقة منطقة مليانة من الشعراء ومليانة من العلماء. خالد الشيء يجبر هو الثاني ما يجبر فيها. هون بعد طلع على بالناهي والسيدي طلع شائعة ويحكوا الموريتانيين كاملين، لهي نحكي سابق قلال من لبال ونعود وطلع من لبتيت تبتت النتدينيت قلال يقول بينك والغيد البين وعد المسيلة وكسر قاقة ومساقة والبين زاد كنكوصة ومساقة. وسبب طلعت بناهي تقول المسيلة قاع لا تنيت تذكر ما خلت لك حيل المسيلة يا عقلي فغنيت ما يباطل لا المسيلة. المسيلة من عند قويبين للسلطانية مو كرشين، ومن عند الرق العون الطين شوفتها بالعين ثقيلة، وسروم اللي والله لذنين لا تمت فيها حيلة غير منين شوف العين قر الله والله العزيلة، وحكم الكوات ومخيزين الحريجات وعظمتي له ذوك ديار مين منين يد الدلال وذيك طويلة، وذاك الصهوة باللي منين عادت المسيلة 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 يا عيلة تميت. طلع على عبد من عيان المنطقة والنائب سيدي. سمية 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 احنا رئيسة وشارك مرحبا بصور شمل الأشوال قطن قالوا على المنطقة هون الله والله ان شاء الله المنطقة هون زاد منطقة زينة هاي البحر قاع معاك بهذا البحر هاي البحارة معاك.